مساء الخير. منخفض جوي عميق مترافق مع كتلة هوائية قطبية باردة وشديدة البرودة سيبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من نهار الأربعاء. في التفاصيل، كما قلنا خلال الأيام الماضية بأن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ستكون على موعد مع تأثر بعدة حالات جوية كنتيجة لتموضع مرتفع جوي قوي نوعا ما إلى الغرب ووسط القارة الأوروبية. أولى هذه الحالات الجوية متوقع أن تتأثر بها المملكة يوم الثلاثاء. كنا وقد ذكرنا سابقا بأن هناك موجة سقية متوقعة أن تضرب أجزاء واسعة من مناطق بلاد الشام، لا سيما الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة، خاصة ليلتي الاثنين على الثلاثاء وربما أجزاء من مناطق جنوب المملكة ليلة الثلاثاء على الأربعاء. هذا السقع يأتي كنتيجة لتدني درجات الحرارة بشكل لافت، وبالتالي يأتي دورنا للتحذير الإخوة المزارعين في مناطق واسعة من جنوب وشرق المملكة كنتيجة لتشكل السقيع المتوقع خلال ساعات الليل. التفاصيل الواردة للموقع بالنسبة لمنخفض يوم الأربعاء، من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق في طبقات الجو كافة. هذا المنخفض سيتمركز سطحيا نهار يوم الأربعاء أواسط سوريا. هذا المنخفض هو مترافق مع كتلة هوائية شديدة البرودة، وهذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة هي قطبية المنشأ. من المتوقع نهار الأربعاء أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، تصبح درجات الحرارة بذلك دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية. الطقس سيكون بارد بوجه عام، راح يتحول لأصبح شديد البرودة. هناك أمطار متوقعة ابتداء من المناطق الشمالية من المملكة، هذه الأمطار ستتحول وتصبح لاحقا أو تمتد لاحقا لتشمل أجزاء واسعة من المملكة. ربما يكون هذا منخفض من المنخفضات الذي سيجلب الأمطار لأغلب مناطق المملكة. الجميع يسأل عن تساقط الثلوج، حتى الآن تشير آخر البيانات الواردة أن فرصة تساقط الثلوج هي واردة اعتبارا من ساعات الظهيرة ليوم الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية التي ربما يزيد ارتفاعها ما بين 1100 و1200 متر عن سطح البحر. تمتد هذه الفرصة تدريجيا مع ساعات العصر والمساء لتشمل المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر عن سطح البحر. 900 متر نقصد بها أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، لا سيما أجزاء من غرب العاصمة عمان. هناك ما زال مشكلة في بعض الخرائط الجوية التي ترد إلينا، خاصة في موضوع الهطولات، حيث يتوقع استمرار الهواء البارد بتموضعه فوق المملكة نهار الخميس، ولكن هناك مشكلة في استمرار الهطولات ليلة الأربعاء الخميس. بملخص بأن المتوقع استمرار تساقط الثلوج مساء يوم الأربعاء في أجزاء مختلفة من المملكة، ولكن تضعف فرص الهطول اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليلة الخميس ونهار الخميس. تبقى الفرصة للهطول سواء المطر أو الثلج متدنية حتى ساعات المساء. حتى آخر المعلومات كملخص نقول بأن هناك فرصة جيدة لتساقط الثلوج مساء وعصر يوم الأربعاء. هناك معلومات جديدة تشير إلى احتمالية تشكل منخفض جوي جديد أيضا نهار يوم الجمعة، مما يجلب المزيد من الأمطار وربما الثلوج. دائما تابعونا عبر موقع arabiaweather.com. كان معكم محمد الشاكر، إلى اللقاء.